ولا لا. عندنا ايضا لعبة ابليس، عندنا اعمال اخرى، لكن نقدر نقول ان اعماله ارتبطت الى حد كبير برمضان، واذا جاز التعبير ان الدراما لونت ايامنا، فهو ساهم باعماله اللي قدمها في تلوين ايامنا في شهر رمضان. كتب فيلم اولاد العم، كتب ايضا افلام يمكن نقدر نقول عليها دويتو مع يوسف شريف، او مسلسلات بمعنى اصح. اسمحوا لي ان انا اكتفي بالقدر ده واسيبه يكمل ويقدم نفسه. معانا السيناريست عمرو سمير عاطف، اهلا بيك اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. وكل سنه وانت طيب، وبعدين سعادتنا بيك مضاعفه لانك زميلنا. طبعا انا ما قلتلكوش ان عمرو سمير عاطف هو زميل لينا في القناه الاولى وما زال، بس واخد اجازه، ايوه صح وهو كان بيشتغل في مجال الاعداد. بالظبط. ومش عارفه افادك ولا لا. لا، انا كنت معد برامج فاشل جدا جدا غريبة يعني. جدا، والله ازاي ما ده؟ نجحتش في الموضوع. انا كنت بعتمد على فكره البرنامج مثلا، الاسئله اللي انا هكتبها، لكن ما كانش عندي القدره او العلاقات ان انا اجيب ضيف او اكلم حد يجي نصور معاك. كنت فاشل جدا في الموضوع ده. والاعداد مهم جدا ان انت تبقى شاطر في مجال العلاقات العامة عشان طبعا تقدر تستضيف طبعا. ضيوف معاك ارقامهم عندك مصادرك. لا، ما كانش بقى، كان الموضوع بقى صعب جدا بالنسبه لي في الحته دي. بس اذا كنت انت كشخصية مش شاطر قوي في مجال العلاقات العامة، ازاي نجحت في مجال الاعمال الدرامية والسينما لانها تتطلب برضو علاقات؟ طبعا اكيد، بس ده برضو بتعتمد على فكره كويسه، نص مكتوب بشكل جيد. في الحاله دي بتبقى الموضوع يعني مش هقول اسهل، لكن مختلف، مش محتاج نفس المقومات اللي معد البرامج محتاجها. اعمالك هي اللي بتثبت الحمد لله. النجاح ممكن اخد وقت شويه. وبتطلب بقى من ال يعني ممكن الموضوع اخد مني وقت شويه عشان الحكايه دي، ان انا في العلاقات العامة يعني ممكن أكون ضعيف شوية، اخد والعلاقات وقت مهم. منك ازاي؟ اسمح لي اقول لكم ان عمرو سمير عاطف كتب بكار وعنده 25 سنة، بالظبط. 25 سنة، أيوة وكنت أيوة كاتب السلسلة الناجحة البكار الحمد اللي لله. يعني جذبت الكبار والصغيرين، ما نقدرش نقول انه عمل للاطفال يعني. الحمد لله طبعا. لكن ده كان يعني، ده انا قابلت الدكتورة منى بن نصر الله يرحمها في التلفزيون وانا شغال في التلفزيون، وقلت لها انا بكتب. فلما اتقابلنا بعد شويه طلبت مني ان انا اعمل حاجه، فعملت لها فكره بكار. ما كانتش موجوده عندي، لكن عملتها بعد كده يعني. ومجال الاطفال انا قعدت فيه مده طويله قوي، لكن عشان اخرج من مجال الاطفال او ابتدي اعمل حاجه مختلفه، ده بقى اللي اخذ وقت. لان مجال الاطفال حاجه، وكتابه مسلسلات وافلام ده حاجه تانية خالص يعني. بتتطلب خبرة مختلفة؟ خبره مختلفه وعلاقات مختلفه ووسط مختلف وطريقه تفكير مختلفه، كل حاجه. فده النقله دي اخذت مني وقت ممكن تكون اكتر من اللازم شويه. بيقال دايما ان كتابة الاطفال اصعب. والله مش شرط يعني، في حاجات ممكن تكون للاطفال وتكون سهله، وممكن تكون صعبه حسب الموضوع نفسه. لكن بكار تحديدا يعني من اصعب الحاجات اللي كتبتها وبكتبها في حياتي يعني، صعب جدا يعني الى اقصى درجه. انا مهتمه جدا اعرف ازاي اخترت الفكره، ازاي جات لك الفكره الجميله دي. احنا ارتبطنا جدا ببكار بملامحه السمراء، حتى بالاغنيه تمام. وصوت محمد منير ارتبط معانا ببكار. في بعض الناس السنه دي استغربوا شويه بكار، مظبوط. يعني هو بصراحه كده هم عايزين بكار اللي اتربوا عليه وكبروا معاه. ده حتى هم كانوا زعلانين ان الصوت اتغير، بس طبيعي ان الصوت يتغير لان اللي بيؤدي الصوت اكيد كبر. طبعا. هو بكار الفكره ظهرت لان كان في احتياج ليها يعني. كنا في سنه 97، ده كان عام طفل الجنوب، كان اسمه كده، الدوله كانت بتسميها كده، وكان في اهتمام من الدوله بطفل الجنوب بشكل من الاشكال يعني. وفي نفس الوقت السنه اللي سبقتها كان في مسابقه اتعملت لتصميم شخصيه عربيه تعبر عن الطفل العربي، فبالتالي كان في حركه في الاتجاه ده. فلما بكار ظهر بسبب الاهتمام ده، ادي واحد. اتنين، تلقوه بقى على طول يعني، اول ما طلع ده هو ده اللي احنا محتاجينه. فكان في الحاجه ام الاختراع. أيوة. فلما كان في احتياج لظهور هذا العمل، كل الملابسات والظروف تهيأت عشان العمل يبان. واحنا والتغيير بقى. ابتديناه بفيلم مدته 18 دقيقة، فيلم نجح جدا. فسهير القتريبي الله يرحمها طلبت ان احنا نعمله مسلسل، وانا كنت مش متخيل يعني اعمل مسلسل ازاي يعني، هو فيلم وخلص وخلاص.
فسافرت قعدت في النوبه شويه يعني، وابتديت اشوف الحياه اللي هم عايشينها، اسامي الناس، استلهمته مشاكلهم. من شخصية معينة في النوبة؟ لا بكار نفسه كان في جزء مني انا وانا صغير، على جزء من حاجات مثلا انا حاببها على اطفال اعرفهم كده يعني، اللي هو اي مؤلف بيعمله يعني لما بيجي يعمل شخصيه. ايوه لكن بعد كده الشخصيات التانيه اللي طلعت معاه زي فارس، زي حسونه، زي همام، كل دول جايين او يعني انا اقتبستهم من بني ادمين انا اعرفهم فعلا. فعلا. اه، ايوه وكانوا من الناس اللي بيشتغلوا في المسلسل نفسه ايوه يعني. كان الحلقات اكتر من مخرج بيعملها وبرسمها، فكل واحد فيهم كان عنده شخصيه كده. ف يعني اللي صمم شخصيه فارس مثلا الفنان محمود عطيه، هو شخصيته عامله شبه شخصيه فارس شويه، ايوه وهكذا يعني. ايوه فطبعا عشان كده ارتبطنا وحسينا في مصداقيه، دي جدا اشخاص طبعا، حقيقيه بس ده كان صعب جدا لانه كرتون وفي صعب نفس طبعا. الوقت بني ادمين عاديين، ومفيش فيه حاجه خارقه، مفيش فيه خيال قوي، مش واحد مثلا بيطير زي مثلا سوبرمان، ولا بيتقطع زي توم وجيري الحاجات. فازاي يبقى كرتون وازاي ايوه يبقى واقعي في نفس الوقت؟ دي حاجه اخذت مجهود كبير جدا وصعبه. طب عايزه بقى يعني انتقل معاك لبكار السنه دي، اضاف لبكار ولا اخذ من بكار؟ اول حاجه بكر السنه دي احنا نفذناه بتقنيه 3D، وعملناه في وقت قليل جدا يعني، المفروض كان الوقت اللي اتنفذ فيه يبقى الضعف، وراجعين بعد توقف 7 أو 8 سنين، فطبعا لسه بنسخن يعني. ايوه انا و 3D ملوش نهايه يعني، 3D اللي احنا عملناه السنه دي ده مجرد بدايه كده يعني، لكن اكيد هنطوره واكيد هيبقى احسن من كده. ال2D اللي احنا كنا بننفذ بيه زمان بقى دلوقتي تقريبا امكانيه تنفيذ مسلسل 2D بالشكل ده تكاد تكون منعدمه، لان الفنانين اللي شغالين بال2D بقوا عددهم قليل جدا جدا في مصر. طبعا ده غلط، المفروض يبقوا اكتر من كده، لكن لان ما كانش في مجال شغل او ما كانش بيطلب شغل من النوعيه دي، فكل الخريجين فنون جميله واللي بيشتغلوا في رسوم متحركه اتجهوا لل3D. ايوه فان شاء الله اكيد هيتطور واكيد هيبقى احسن على مستوى التنفيذ، الاصوات، الالوان، كل حاجه هتتغير. نتمنى. ده من ناحيه. من ناحيه تانية بكار اللي اتقدم السنه دي حسب ما انا شفت وحسب ما الريتنجز قالت واستطلاعات الراي قالت، وصل بنسبه 95 ل 97% للجمهور المستهدف بتاعه اللي هو الاطفال اللي ما شافوش القديم، اللي بيشوفوه لاول الجيل مره. الجديد اه، اللي الجيل بيشوفوه الجديد. لأول مرة. أنا فعلا كان ده سؤالي، إن اه هنا الموضوع بينقسم بين اللي ارتبط ببكار القديم هو ده اللي عنده صعوبة السنة دي إن يستوعبه طبعا، في شكله اه، الجديد، لانه متغير وبين عن اللي متعود الجيل عليه بقى الأطفال اللي لسه بيشوفه الحمد بيلتقي لله بيتعرف ببكار ده تقبله. جدا بشكل بقول لحضرتك من 95 ل 97% حقيقي يعني، من خلال اللي انا شفته، من خلال اللي لمسته، من خلال ولادي، من خلال الناس اللي عندهم ولاد اللي كلموني وقالوا لي ده لازم يقعد قدام بكار. نفس اللي كان بيتقال زمان بالظبط اتقال تاني، فده دليل ان هو قدر يوصل للجمهور المستهدف بتاعه، ايوه والحمد لله على كده يعني. واحنا مبسوطين ان انت معترف انك هو محتاج تطوير. طبعا طبعا، ودي اول من تجربة الحاجات لينا، هقول لحضرتك حاجه فيعني من الحاجات اللي محتاجين خلتنا نطورها فعلا. نوقف بكار القديم ايه؟ ان احنا ما بقاش عندنا قدره ان احنا نطوره يعني، بقى فضل سنتين ثلاثه نفس المستوى، وابتدى حتى يقل شويه بكار القديم ايوه ففي التنفيذ، فقررنا ان احنا نوقفه لغايه ما نلاقي فرصه احسن لتقديمه. ده الناس يمكن ما تفتكروش، بس ده حصل فعلا في الاواخر. كان في عندنا مشاكل، ليه؟ الميزانيات ما بقتش كفايه، ايوه والميزانيات بتاثر تاثير مهول في الموضوع. لو كان توفر له ميزانيات كويسه زمان ما كناش وقفنا. ايوه احنا كمان يعني انا بتكلم عن بكار وبدات حديث عن بكار لان عندنا مشكله وعندنا نقص شويه في الكتابه للطفل. طبعا مش اي كتابات بتجذب الاطفال، الاطفال بالذات شريحه صعبه جدا انك تشدها وتوصل لها الرساله بطريقه معينه وفنيه وغير مباشره. ما عندناش الشخصيات العربيه اللي بيرتبط بيها اطفالنا، اطفالنا دلوقتي مرتبطين بشخصيات غربيه، هاري بوتر وباتمان وسوبرمان، مع ان احنا عندنا في ثراء اكتر، يعني احنا هو ممكن نربطهم بشخصيات عربيه. احنا ما عندناش مشكله في الكتابه للطفل، لان كتاب الاطفال موجودين، والدليل على كده تجربه يعني ممكن نتكلم فيها، اقول لحضرتك حصل فيها ايه وكان في عدد الكتاب فيها عامل ازاي. لكن احنا عندنا مشكله في الانتاج، انتاج اعمال للاطفال، انما الكتابه لا، موجود طبعا، موجود ناس كويسه جدا. التنفيذ كفنانين رسامين موجودين طبعا، بتوع المزيكا، الممثلين، محركين العرايس، المصممين، كل انواع التخصصات اللي لها علاقه باعمال الاطفال موجوده ومتوفره بكثره.
لكن مفيش انتاج. مفيش المنتج اللي مفيش المنتج عايز، لان مفيش عائد. مش شركة الانتاج، احنا محتاجين قناة تلفزيونية او حتى ساعة من اجمالي بس، اي قناة من القنوات المهمة ناخدها ونعمل فيها اعمال اطفال ونجرب الحكاية دي لمدة شهر، والله مشيت وكويسة نكمل. يعني السنة دي مثلا على سبيل المثال اول مرة في حياتي اشوف بكار بتتخلله هذه الكمية من الاعلانات. ايوه اعلانات مهولة، يعني الحلقة اللي مدتها 12 دقيقة بتتعرض في نص ساعة. ايوه فليه؟ من كتر الاعلانات اللي بتنزل عليها. وده دلاله ان هو ناجح. احنا عارفين ان الاعلانات دايما مؤشر لنجاح العمل يعني. فعايزين نتكلم، نوجه الكلام للناس بتوع الوكالات الاعلانيه، للناس اللي عندهم قنوات خاصه، للدوله برضو في نفس الوقت. وهقول انا اقصد ايه بكلامي للدوله، ان احنا لازم ننتج اعمال للاطفال. الافكار موجوده واللي ينفذوها موجود، وتحدي انا بتحدهه. لو واحد قلت له الافكار اللي عندي انا شخصيا واللي اعرف ناس كاتبينها والكتاب اللي موجودين ودرجة الإجادة في التنفيذ الموجودة وما عجبتكش، خلاص ما تعملوش. أنا متأكد من اللي أنا بقوله ده. إحنا محتاجين الدولة تشجع إزاي؟ أنا مش بقول للدولة انتجي خالص، لأن ده النهاردة بقى كلام مش موضوعي، مش مظبوط خالص. يعني كفاية المشاكل اللي عندنا. أمال إيه المقصود بمساهمة الدولة؟ ممكن الدولة تشجع اللي بينتج للأطفال بأنها تخصم له ضرائب، تعمل له تسهيلات معينة، تقف جنبه بشكل ما يعني، خلاص. وفي المقابل يبقى مثلا ليها طلبات خاصه بمضمون تعليمي معين او اخلاقي معين مرتبط بمناهج دراسيه. ده مش غلط على فكره، وده بيتعمل في قناه اللي هي البي بي سي مثلا، القناه الانجليزيه، بيقدموا فتره صباحيه كبيره جدا للاطفال كلها مرتبطه بالمنهج التعليمي للاطفال من 3 ل 6 سنين او حتى لغايه 8 سنين، ومرتبطه بالمنهج اللي بيدرسوه في المدرسه فعلا. ومعموله طبعا بكفاءه عاليه جدا، لكن في نفس الوقت بامكانيات كويسة، ويعني مش أيوة. مش مكلفة طبعا. مش ده بس بكار يعني، هو يمكن اكتر عمل ارتبطنا بيه، لكن غير لله. بكار في اعمال اخرى للسيناريست عمر سمير عاطف، في سندباد البحري، في عالم سمسم. انا لازم اتكلم عنهم. وعالم سمسم بالذات كان تجربة جديدة، لان هو مأخوذ من سيزم ستريت. فهرجع عليه طبعا. بس انا عايزة احقق يعني انتقل بيك عبر الزمن بقى، ونرجع للذكريات دي بعد فترة شوية إن شاء بعد الله. من الوقت عايز اتكلم عن السنه دي. تمام. واعمالك السنه دي، لان رمضان معروف ان هو بيلمع اسماء وبيؤكد على نجوميه ناس. مش عايز اقول ان انت لمعك رمضان ده، لكن ممكن انت من الناس اللي اكد على نجاحك. بدليل لله. بعد البدايه، وده كان عمل مفاجئ صراحه، ان هو يبقى متكامل كده ومحافظ لله. على قوته للحظه دي، ده برأي النقاد طبعا. الحمد لله. بس النقاط في نفس الوقت تقييمهم للعبة إبليس مختلف، بيقولوا ان هو البداية كانت اقوى. بداية اول حلقات كانت اقوى. وده رأي ناقد واحد يعني، مش أيوة اجماع أيوة. يعني من النقاط. ابدا اتكلم عن لعبة إبليس. لان هو جديد في طريقة الاخراج. الفكرة كالعادة فيها تشويق وإثارة، ودي حاجة بالزبط. مشهورة عنك انت دويتو ويوسف الشريف، شفنا لكم الصياد، شفنا لكم رقم مجهول. فكرة توظيف الساحر بالطريقة دي وطلوعه كل شوية يقول زي ما يكون رسالة أو ملخص أو بإيجاز كده، خصوصا في أول حلقة كان توظيفه رائع في بداية الحلقة. وكنت بتقول جملة مش عارفة دي بتعبر عنك أنت. إحنا معروف دايما إن السيناريست لما بيكتب في جزء من روحه بتطلع على الورق، من جزء منه هو، من شخصيته وافكاره. كنت بتتكلم مع البطل، بيتكلم مع مذيع بيقدم عنده في القناه. ايوه. وبيقول له الناس مش عايز تسمع الحقيقه. تمام. انت عايز تشتغل مذيع عشان تقول الحقيقه، مين قال لك ان ده المطلوب؟ أيوة. الناس زي الساحر كده. أيوة. عايزه اللي يضحك عليها بمزاجها. أيوة. اللي بعلها الوهم. عايزه تسمع اللي هي عايزه تسمعه. بالظبط. فايه رايك؟ هو يعني قصه يعني ازاي لعبه ابليس ده اتعمل. احنا كنا لسه مخلصين الصياد انا ويوسف يعني، وحاسين ان احنا عندنا ورطه كبيره يعني، لان المسلسل نجح نجاح فوق كل التوقعات اللي احنا كنا متخيلينها في الدنيا يعني كلها، وعمل حاله غريبه جدا جدا عند الناس يعني الحمد لله. فقعدنا نفكر، فقال لي والله انجي اللي هي مراته هي برضه ستايلست ويعني عندها انشطه مختلفه، وكان عندها مجله وكده، كاتبه فكره مسلسل، فبص عليها كده قول لي رايك فيها. ف
فانا لما قريت الفكره يعني كاتبه قصه في يعني كاتبه قصه كده يعني قصيره يعني لكن مليانه احداث وتفاصيل عجبتني، ولقيت فيها فرصه ان انا ممكن اتكلم عن الاعلام او كواليس العمل الاعلامي، مش كواليس كلها، لا كواليس من نوع خاص. القنوات الخاصه مش كل القنوات، كواليس ممكن تحصل في قناه خاصه، كواليس ممكن تكون مكثفه شويه، ممكن تكون فيها درجه من المبالغه، يعني الواقع مش كله بالشكل ده، لكن هي لحظات او مواقف ممكن جدا انها تكون معبره وبتنقل المشهد بشكل كويس يعني. ولقيت فرصه ولقيت في ربط ما يعني جيد جدا ممكن يتعمل ما بين مهنه الساحر وما بين مهنه الاعلامي، يعني الاثنين مع بعض يعني ممكن يكونوا بيمارسوا نفس الدرجه من الخداع، ومطلوب منهم نفس الدرجه من عدم الحقيقه، عدم المصارحه او المكاشفه، او ما تقوليش انت عملت كده ازاي. احيانا الاعلامي بيبين جزء من الحقيقه علشان يوحي بشيء معين مش حقيقي، لكن لو جاب الحقيقه على بعض هيبقى الوضع مختلف وهكذا يعني. لقيت فرصه كبيره جدا ان احنا نعبر عن الكلام ده اللي بيحصل بالفعل طول الوقت يعني، سواء بغض النظر عن توجهات الاعلاميه لاي قناه او لاي مؤسسه، لكن اي قناه ايا يعني كان توجهاتها اللي احنا شفناها في السنين اللي فاتت انها بتمارس ده بشكل كبير جدا يعني. وكان في بقى اسقاطات مليء بالاسقاطات يعني برضو على لسان البطل، كان تقريبا مش عارفه ادهم ولا اللي هو انت لو الساحر شاور لك على ايدك اليمين اوعى تصدقه لانه عايز بالشمال يعمل اللي هو عايز يعمله بالشمال. والله هو يعني انا عايز اقول لحضرتك بمنتهى الامانه والصراحه، احنا يعني انا لغايه اللحظه دي والله اعلم ده هيستمر ولا لا، ما عمري في حياتي ما كان عندي مشكله مع الرقابه يعني. وانا بكتب الصياد كنت متخيل ان هيبقى في مشكله وكارثه فظيعه عندنا يعني. وبعدين ببص لقيت واحد على الفيسبوك بعت لي رساله بيقول، فببعتها قال لي انا رقيب وقريت 15 حلقه من الصياد، فقلت بس دي مشكله ابتدت مشاكل تحصل. فاذا بيه بيقول لي ده من احسن حاجات اللي قريتها، ده عظيم، انا عايز اعرف هينتهي على ايه، كمل. انا مش هقول اسمه لان هو طبعا يعني ممكن يكون مش عايز الناس تعرف يعني، بس انا بقيت سعيد جدا بالرساله دي. فهي الرقابه عندنا في مصر على الاقل معايا، انا مش بتكلم ان دي حاله عامه ولا مثلا بتحصل مع كل الناس ولا ده صح ولا غلط، لكن في الحقيقه انا لغايه النهارده ما قابلتش اطلاقا مشكله رقابيه خلتني مثلا اغير حاجه او اتراجع عن عمل قدمته. طب ليه بيبقى في اسقاطات وطريقه غير مباشره؟ ايوه بالظبط، ليه طريقه غير مباشره بقى؟ ممكن الفن ما يبقاش عنده المباشره دي، يعني ما ينفعش ان الفن يتكلم بالوضوح ده او ان هو يعرض حاجه بشكل ممكن يكون تعليمي او خطابي. فعشان كده احنا بنلجا لهذه الاساليب الهيدن، ده مؤثر على فكره اكتر بكتير، لان احنا بنرسخ انطباعات، وده موجود في اعمال عالميه مهمة جدا لناس ما عندهاش أي مشكلة رقابية ولا أمنية ولا أي حاجة في الدنيا إنها تقول أي حاجة، لكن بتختار دايما إنها ما تتكلمش بالوضوح والصراحة اللي ممكن مثلا يجوا في برنامج بتاع حضرتك أو في مقالة في الصحافة أو في عمل مختلف يعني. الأدب والفن والمسرح والأدب والدراما بشكل عام والمسرح وهكذا يعني، هذه الوسائط أو هذه الأشكال الفنية بيفسدها المباشرة وبيفسدها وجود درس وعظي مثلا فيها. ويمكن ما عندكش مشكله مع الرقابه، لان ودي حاجه يعني فعلا نشهد بيها ليك، يعني ان اعمالك خاليه من النماذج اللي دايما بنلاقيها بكثره بقالنا كذا سنه، وبالتحديد في شهر رمضان. المراه المصريه لما تتصور بصوره غير لائقه، الالفاظ، انا ما شفتش في عمل ليك الفاظ خارجه، ما الحمد شفتش لله نموذج طبعا المرأة دي ولا المجتمع اللي بنشوفه ده. طبعا الحمد لله، بس أنا ما أحبش إن ده يكون وسيلة من وسائل الترويج لعمل أنا كاتبه. العمل أحب الناس تشوفه لأنه يستحق المشاهدة، يعني جاذب، الدراما اللي فيه كويسة، المعنى اللي فيه محترم مثلا أو بيتفق مع ضمير حقيقي جيد، ما بينحازش لأهواء محددة، يعني حاجات كتير ممكن تكون احب انها تجذب الناس اكتر من مجرد لا ده ما بيقدمش حاجه غلط يبقى نقعد نتفرج عليه. لان انا اولا مش متابع قوي بقيه الاعمال، وبالتالي مش قادر احكم على درجه مثلا خروجها عن العادات والتقاليد وهكذا يعني، مش قادر احكم على الدرجه دي، فمش راصد المشكله اساسا، مش واخد بالي يعني اذا كانت المشكله دي موجوده ولا لا. مش متابع، دي واضحه جدا. لا مش يعني متابع خصوصا في شهر رمضان. لا والله يعني انا لسه كل يعني النقاط حتى انا عندي ثلاث اعمال، فلو انا قعدت اتفرجت عليهم اكيد مش هيبقى عندي فرصه ان انا اشوف حاجه تانية، وانا والله لغايه دلوقتي اعمالي نفسها ما شفتهاش كلها. ايوه
فطبعا مش قادر احكم، مش قادر اعرف الحكايه ايه الموضوع بالظبط، لسه يمكن بعد رمضان لما اتفرج اشوف. ايوه احنا عندنا مشكله في العرض الرمضاني نفسه، يعني رمضان شهر طبعا له طبيعه دينيه والناس فيه بتتعبد وهكذا، واذا بيهم بيبصوا يلاقوا مثلا بعد الفطار في حاجه و40 مسلسل، طب هيصلوا امتى؟ الكلام ده حقيقي يعني بجد يعني صح، لكن احنا عندنا مشكله، والمشكله دي مش بس هاخدها من الجانب ده ان هي مثلا الناس تقول ده احنا مش عارفين لا طبعا، لا هو اللي عايز يتعبد طبعا هيقفل التلفزيون ويتعبد، الموضوع مش واقف على ان في مسلسلات او مفيش مسلسلات، أي. لكن الفكره كمان ان هذا العرض الرمضاني مثلا ممكن يضر بالافكار اللي ممكن يبقى لها اجزاء، مثلا يعني السيت كوم مثلا استمر قوي جدا لمده 4 سنين وبعدين وقف. ليه؟ لان في كل سنه انا في رمضان بعرض حاجه من حاجه و50 او من حاجه و30 لحاجه و60 عمل جديد، اي فمهما كان العمل اللي انا بقدمه له كويس وجيد بس مستمر بقاله 4 سنين هينصرف عنه في لحظه ويتفرج بقى على الجديد يعني وخلاص انا شفته. انا عايزه ارجع معاك للسات كوم لان دي محطه لازم نقف عندها، تمام. لان السيناريست عمرو سمير عاطف هو كاتب راجل وست ستات وهي وتامر وشوقيه وتامر وشوقيه فلازم نقف عند المحطه دي. بس عايزه ارجع للجمل، ليه برجع للجمل؟ اتفضلي. مش كل عمل بنقف عند السيناريو وعند جمل بالتحديد، لكن لو انت متابع مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هتلاقي، ودي حاجه اكيد انت الحمد لاحظتها، لله الحمد لله، الناس بتردد جمل طبعا اتقالت في المسلسل واخدينها من ناحيه انها نوع من انواع الفلسفه او الحكم يعني. الحمد لله. كان في جمله مش عارفه برضو انت شايف الواقع كده ولا لا، انت بتقول على لسان البطل ان لو وصلت في مرحله من مراحل حياتك انك تختار بين حلمك ومبادئك بعد طريق طويل من الكفاح والتعب والتضحيه وقربت توصل خلاص ولقيت ان عليك انك تختار بين حلمك او مبادئك، هو عايزه يختار حلمه لا. على حساب مبادئه. طبعا احيانا بيبقى الجمله ليها علاقه بالشخصيه اللي بتقولها، يعني مش دي مش جمله يعني ده مش رايي طبعا اكيد لكن ده ممكن يكون راي الشخصيه. بس هل شايفه واقع اصبح موجود عند كتير من الناس؟ ممكن جدا كتير من الناس يعملوا كده، لكن انا شخصيا ما بعملش كده الحمد لله. يعني لا، لو انا قدامي اختيارين ان انا احقق حاجه انا عايزها بس على حساب حاجه انا شايف انها ممكن تكون غلط، مش هعمل الغلط، يعني هستنى شويه، لان انا راجل مؤمن مثلا ومتاكد ان ربنا هيبقى شايل الاحسن وان الخير مش هنا وهكذا. هذه الاعتبارات ممكن ما تكونش عند الشخصيه اللي بتتكلم في اللحظه دي، ممكن الشخصيه اللي بتتكلم تكون بتقول كده عشان يضلل الشخصيه اللي قدامه، لان هو مثلا شايف ان هو هيغريه بطريقه معينه فده هيخونه ولا لا وهكذا يعني. ايوه. فبيبقى ليها اسباب تانية، مش كل الجمل اللي بتتقال دي مهما كانت قويه او مهمه بتعبر عن وجهه نظري طبعا، قد ما هي لازم اولا تكون بتعبر عن وجهه الشخصيه. اذا صح ان احنا نقول ان حياتك في الكتابه اتقسمت لمراحل، انت دلوقتي في مرحله انك تكتب او ميال انك تكتب الاعمال اللي فيها اثاره وتشويق. بالظبط. مش كده صح التعبير؟ والاثاره والتشويق انت بتكتبها وبنحس انك بتبدع فيها مع يوسف الشريف، شفنا رقم مجهول، شفنا الصياد، شفنا عمل السنه دي لعبه ابليس، وطارق ده حقيقي لطفة. وطارق لطفي طبعا، وطارق لطفي. فهل ده هل انت جدا يا الله في كيمستري او في كيمياء كبيره يعني؟ جدا جدا في الحقيقه بيني وبينه. انا في رقم مجهول ما تعاملناش مع بعض، يعني كان التعامل مع المخرج احمد نادر جلال، ما احتكناش ببعض قوي، يمكن يعني قابلته مره او مرتين يعني، لكن لما اشتغلنا في الصياد انا فوجئت بصراحه بان هو بيفهم كويس جدا، عنده قدره كبيره جدا على تقييم العمل من الناحيه الدراميه والفنيه هايله واذهلتني. انا بقول لحضرتك بمنتهى الامانه ودي حقيقه فعلا، الراجل ده يعني هذا الفنان ما يقلش عن اي مخرج كبير انا اشتغلت معاه في فهمه للدراما ومعرفته بانها هتاثر على الناس ازاي، فدي حاجه انا استفدت منها. دي حاجه بتساعد الفنان ها في مهنته كممثل جدا كمان. جدا جدا. وكمان انا شخصيا استمتعت بالتجربه دي جدا، وكانت تجربه جميله قوي قوي، يعني التعاون بيني وبين يوسف ممكن جدا يستمر ويتكرر تاني لانها حاجه كويسه فعلا. ايوه. طارق لطفي بقى، هل كان بالنسبه لك نجاح المسلسل ونجاح طارق فيه مفاجاه؟ نجاح طارق انا كنت متوقعه يعني ان هو هينجح لانه ممثل كويس، نجاح المسلسل ده اللي مفاجاه. يعني كبيره جدا، نفس المفاجاه بتاعت الصياد السنه اللي فاتت. يعني انا مش راصد، ما اقدرش اقول ان ده عمل نفس رد الفعل بتاع ده، يعني ما اقدرش اقول كده، لكن اقدر اقول ان هو نجاحه كان مفاجئ، ممكن نجاحه يتقارن بنجاح مثلا رقم مجهول.
ان هو كان اول حاجه تتعمل بالشكل الغريب ده مثلا على حد علمي، انا ما اعرفش مواطن اكسر ما شفتوش كويس، فبالتالي ممكن يكون سبقنا. ايوه. لكن العمالة اللي من النوع ده كانت اول مره تتقدم في رقم مجهول مثلا بالشكل وينجح بالشكل ده، واعتبرناها انجاز في الدراما الحمد ونقله لله نوعيه طبعا في الدراما المصريه. في الصوره وفي الموضوع وفي التمثيل وفي كل حاجه. يعني كنا حريصين جدا جدا في رقم مجهول ان احنا بنشتغل مع ناس يا جديده يا تقريبا يعني جديده. يعني كان في شيرين الطحان اول مره تطلع بالشكل ده، كان في ريهام حجاج، كان في رامز، يعني اقصد اقول كان في ناس كتير جدا الناس بتشوفها لاول مره حتى لو ليها اعمال قبل كده، بس دي اول مره تتشاف بالشكل ده. وحاجه اصبحت بتميز الدراما اختيار الشخصيه المناسبه جدا للدور. لازم مش عارفه لازم انت بتشارك في الاختيار ولا لا؟ طبعا طبعا بشارك في الاختيار، بس مش دايما بوفق في ان انا اجيب، يعني ممكن ناس تانية يبقى عندهم وجهه نظر احسن في اختيار الممثلين. لكن فكره ان احنا نجيب ناس جداد ده انا دايما بميل له جدا، يعني او واحد بيعمل بطوله لاول مره انا احب جدا ده اكتر من ان انا اشتغل مع واحد متحقق بالفعل. في الحاله الاولانيه ان انا اشتغل مع واحد جديد بيضيف لي اكتر، بيضيف لك اكتر طبعا، يعني يبان السيناريو يبان. يعني ما يبقاش مسلسل مثلا مع احترامنا كريم عبد العزيز او احمد السقا، لا يبقى مسلسل المخرج الفلاني او الكاتب الفلاني، دي حاجه احنا بنسعى لها. ايوه. طيب بالنسبه لمسلسل بعد البدايه وشخصيه اللي بيقدمها طارق لطفي، اتقال ان دي شخصيه الصحفي رضا هلال مع بعض المعالجه، طبعا يعني شويه خيال في اضافات من عند السيناريست، فايه رد؟ لا والله هو في الحقيقه مش هي شخصيه رضا هلال، لدرجه ان انا ممكن اقول لحضرتك ان انا لغايه اللحظه دي ما قريتش قصه رضا هلال، ما اعرفش حصل فيها ايه، انا عارف ان هو اختفى فجاه. ازاي ليه كان عامل ايه قبلها ما اعرفش. فهي الفكره جات لي وعملتها، وحادثه رضا هلال خدمت المسلسل، يعني ان في الحادثه دي حصلت في الحياه اطفت مصداقيه على العمل وخلت الناس يبقى عندها استعداد اكتر انها تصدقه وانها تصدق انه ممكن يحصل فعلا. فهي خدمت العمل بالشكل ده، لكن ما العمل ما كانش تعبير عنها ولا كان له علاقه بيها خالص من بعيد او قريب. يعني صدفت، يعني هي صدفه، مجرد صدفه. هي الفكره جت لي انا فكرت قلت لو واحد سأل منهم ارى اسمه في الجرايد طب ليه؟ وقعدت بقى افكر وامشي ورا السؤال ده لغايه ما عملت المسلسل. يعني كان زي ما لاحظنا الصوره السلبيه لكواليس الاعلام الخاص والمحطات الخاصه، لاحظنا ان انت على درايه كبيره بالكواليس دي، كانك فعلا عصرتها. وانا كنت شغال في التلفزيون معد برامج، فبالتالي كنت عارف كواليس معينه عمرها ما هتتغير، زي العلاقه مثلا ما بين مذيعه كبيره والمعد اللي معاها، ما بين رئيس قناه والمذيع وهكذا. الحاجات دي تكاد تكون ثابته، زائد طبعا قعدت مع ناس في القنوات وشرحوا لي يعني حاجات كتير. يعني ايوه. لاحظنا ايضا في بعد البدايه كواليس بقى العمل الصحفي، مظبوط، للاسف الصوره قاتمه، يعني في سلبيات كتير او نقدر نقول بيئه مش ايجابيه، يعني 100%. يعني انتقاد بيئه العمل الصحفي مش هو الهدف، وان كان موجود، يعني انا بقول هو موجود لكن مش هدف المسلسل. لكن ان يبقى في بيئه فاسده قاتمه دي حاجه لازم تبقى موجوده في المسلسل ده، والا يبقى الراجل اللي حصل له كده ازاي؟ يعني على سبيل، يعني احنا محتاجين كم من الفساد. يعني انا دلوقتي واحد بكتب دراما، واحد اعلن ان هو ميت، طيب لو كان ده خبر كاذب يبقى اللي وراه واحد كذاب، يبقى بالتالي فاسد، يبقى في موجود في مكان فاسد. كل ما الفساد زاد وكل ما الشر زاد كل ما بقت الصعوبات اللي قدام البطل اكتر. فانا بتكلم حضرتك من وجهه نظر تقنيه بحته. في نفس الوقت الواقع الصحفي المصري قد يكون فيه سلبيات او كتير جدا من المسلسل قالها، لكن المسلسل قدم السلبيات اللي تخدم الفكره الى درجه كافيه. ايوه. طبعا محطه فيلم ولاد العم، بس قبلها نتكلم على السيت كوم. الكتابه ليه مش سهله. انا قعدت يعني عملت تامر وشوقيه، انت من الاوائل اللي كتبوا السيت كوم. طبعا. انا كتبت تامر وشوقيه، الفكره بتاعت تامر وشوقيه وسبع حلقات او ست حلقات ونص، وفضلت سبع سنين احاول ابيعها. قابلت كل المنتجين، قريت كل الناس اللي انا اعرفهم علشان ابيع العمل ده، وكل الناس كانت بتضحك ومبسوطه قوي، وبعدين تقول لي هو ده ايه؟ فاقول له ده سيت كوم، يعني اللي هو بالشكل الفلاني كذا كذا اللي شبه مسلسلات كذا.
فيقول لي اه بس الحاجات دي ما تمشيش في مصر وما تنفعش وبتاع، لغايه ما قابلت احمد مكي. كان احمد مكي ايامها مخرج مش ممثل خالص يعني، ولا نعرف ان هو هيمثل في يوم من الايام. وقال لي شريف عرفه عايز يعمل فيلم وانا اخرجه وانت تكتبه. فرحت له، رحت قابلنا شريف عرفه احنا الاثنين، ورحب بيا جدا، واديته تامر شويه يقراها عشان يعرف انا بكتب ازاي يعني، حلقه كنت انا كاتبها يعني. فعجبته جدا وقال لي طيب يلا نعمل فيلم. فالفيلم وقف ما كملش، وانا كنت واخد منه بقى عربون وبتاع. قال لي خلاص انتج لك تامر شويه، وقد كان بقى. وابتدى، وبعدين لما ابتدينا نعمل تامر شوقية اقترح على مكي ان هو يعمل دور هيثم، فبدل ما مكي يخرج تامر شوقية عمل دور هيثم، وانطلق بقى من وانطلق بالصدفة. بالصدفة البحتة. يعني هي اللي اوجدت الفنان رهيب. احمد مكي يعني. طبعا طبعا. وتامر وشوقية وقف برضه، مع ان بعد اربع سنين متوقعين برضه ان هو يقف يعني في المرحلة دي. للسبب ده اللي انا بقوله لحضرتك، السبب الاساسي انا ايامها ما فهمتش، انا فهمت السنه دي مثلا، ان العرض الرمضاني محتاج الجديد باستمرار. عايز أيوة. عايز جديد، عايز جديد، مش عايز الجزء الثاني والثالث كده يعني. لو حاجه ليها اربع خمس اجزاء مش هشوفها دلوقتي، هشوف ممكن بعد رمضان او في وقت ثاني او بتاع. انا عايز اتفرج على حاجه جديده، الفكره الجديده، الفكره الجديده، لان انا عندي بالفعل 45 او حاجه يعني. السنه اللي تامر شويه وقف فيها كان في 62 مسلسل. ايوه 62 مسلسل جديد الناس عمرها ما شافتهم ولا سمعوا عنهم قبل كده، فكسبوا طبعا. احنا فعلا بنحتاج ان كم المسلسلات دي ياخد حقها السنه دي. في كم اعمال على فكره يعني يستحق انه يعاد بقى عرضه. أيوة. بهدوء بقى ونتابعه بهدوء. وبعدين يعني على سبيل المثال انا عايز اقول مثلا راجل وست ستات انا اللي عامله برضو باشتراك مع ورشه الكتابه وهكذا يعني، نفس الملابسات بتاعت تامر شوقيه. راجل وست ستات كمل اكتر يعني، تامر شوقيه عمل اربع اجزاء، والسنه دي عاملين لما تامر ساب شوقيه ده سبين اوف يعني، هو مش نفس المسلسل، لا هم كتاب تانيين اصدقاء اعزاء طبعا ليا وبالاتفاق معايا كل حاجه، اخدوا الفكره وعملوا منها مسلسل جديد اسمه لما تامر ساب شوقيه. لكن راجل وست ستات كمل 8 سنين 8 اجزاء. ليه؟ لانه كان بيتعرض في رمضان وبره رمضان. يعني كان الجزء الاولاني مثلا اتعرض في رمضان والجزء الثاني اتعرض بره رمضان، فبالتالي الجزء الثاني ده لما اتعرض مفيش بقى قدامه منافس والناس مش مستنيه الجديد وهكذا. فالست كوم عشان يكمل ويبقى عندنا ست كوم في مصر ضروري ان هو يخرج من رمضان ويبقى مثلا حلقه في الاسبوع او حاجه من هذا القبيل في الحاله دي يكمل. زي مثلا عندنا الايام دي المسلسل اللي بتعمله سوني اللي اسمه هبه رجل الغراب. ايوه مكمل وناجح وكده. ليه؟ لانه ما بيتعرضش في رمضان. ايوه وده حاجه مهمه جدا يعني، لو يعني هنعمل ست كوم لازم يبقى بره رمضان. بره رمضان لازم. بس برضو راجل وست ستات توقف، هل شعرت ان خلاص مفيش جديد؟ لا أنا ممكن يضعف المسلسل. انا شخصيا سبت راجل وست ستات بعد الجزء الرابع. وبالاتفاق ما كانش في اي مشكله يعني، انا خلاص لقيت ان انا مش قادر ادي فيه اكتر من كده خالص ومش قادر ازود عليه حاجه، فتركته لورشه الكتابه كملته. أيوة. كملت اربع اجزاء، وده دليل ان هم كمان نجحوا وعملوا شغل كويس. لكن طبعا في ظروف كتير بتيجي تخلي اي عمل سواء في مصر او بره يقف في وقت معين، انشغال الممثلين بحاجات تانية، ان مثلا الناس ابتدت تبقى عايزه تشوف حاجه جديده، يعني حاجات كتير مش لازم اطلاقا يكون تقصير من صانع العمل يعني. هل انت دايما في مناخ تفاهم مع المخرج مثلا؟ اسمع دايما في ثنائيه المخرج النجم، الكاتب النجم، الكاتب مع المخرج، المخرج عايز يفرض وجهه نظر معينه على حساب الكتابه. هل واجهت تدخلات في كتاباتك سواء من ممثل او طبعا مخرج؟ طبعا حصل كتير جدا، ولكن اللي حصل اكتر ان انا اشتغلت مع ناس في بيني وبينها تفاهم يعني، ده حصل اكتر. ايوه فبالتالي الحمد لله كانت الاعمال معظم الاعمال ناجحه بالشكل ده يعني. ايوه لان التفاهم ده هو اللي بيخلي النجاح يحصل. ايوه انا توقفت عن الحديث عن الطفل والكتابه للطفل، بتهمني قوي الاعمال الموجهه للاطفال مهمه، بتشكل عقليه الطفل في سن حساس جدا، فليه نسيبه لكل ما هو غربي؟ ليه نسيبه تحت التاثير ده؟ انا شايف ان هو واجب، واجب فعلا على كل فنان، خصوصا لما يكون عنده موهبه زيك في الكتابه للطفل. مش اي حد بيقدر يكتب للطفل. احنا ما نتاخرش خالص عن كده، ومره ثانيه بكرر وبقول ان في كتاب كتير جدا، اكتر مثلا انا شخصيا اعرف اكتر من 20 واحد
يكتبوا زيي واحسن مني. لا انا عايزه اتكلم عن تجربتك في عالم سمسم، لان انا عارفه ان هي كانت تجربه غربيه. انتوا نقدر نقول ايه عربناها. هو اولا عالم سمسم اشترك في كتابته اكتر من يمكن حاجه و40 كاتب. يعني يمكن اكتر من كده كمان. على مدار السنين يعني. من اهمهم مثلا انا تامر حبيب. انا مش بقول اهم يعني ان احنا مهمين، ده انا اقصد اقول انا اعرف تامر حبيب، انا وائل حمدي، في محمد اسماعيل امين، مش عايز انسى حد. الناس بقول لحضرتك اكتر من 40 واحد. فانا ابتديت يعني في بدايه الكتابه لعالم سمسم كنت انا موجود يعني. أيوة. وبعدين في اول سيزون او في اول جزء اختاروني انا وتامر حبيب نبقى حاجه اسمها كي رايترز، يعني يعتمدوا علينا بشكل اكبر. رئيسيين يعني. رئيسيين كي رايترز يعني. كان في هيد رايتر طبعا واحنا كنا بنشتغل. فالتجربه دي انا اتعلمت منها ازاي ممكن مجموعه كتاب يشتغلوا مع بعض. فاللي انا اتعلمته ده ازاي مجموعه كتاب يشتغلوا مع بعض انعكس بقى على شغلي في السيت كوم، ازاي انا اتعاون مع كاتب تاني، وازاي كل واحد فينا ياخد حقه وما يبقاش في مشاكل بيننا. ايوه. بس حصلت مشاكل برضه. اصل 40 كاتب، فلو مشكلتك اللي هو ده يبقى حصلت مشاكل في عالم سيزن يعني. حصلت مشاكل بره يعني. أيوة. بعد كده في السيت كوم طبعا مشاكل، طبعا طبيعه البشر يعني. أيوة. وبرضه لازم يحصل. ولازم اشير برضه لتجربه اخرى وهي سندباد البحري. الحمد لله. حقك يعني ان احنا نشير مجهوداتك كلها. في بقى اولاد العم اللي انا مش عايزه انهي اللقاء ده قبل ما نتكلم طبعاً. عن فضل. الفيلم الرائع ده. وانا كمشاهده متابعه انا حاسه ان الكتابه ليه صعبه. يعني ايه الصعوبات اللي واجهتك في الكتابه في اولاد العم؟ اه طبعا كان محتاج سيرش كبير جدا جدا يعني، بحث طويل جدا وقراءه. انا ما اقدرش اروح اسرائيل مثلا والا هيعملوا لي زف. ايوه. فقعدت مع ناس راحوا اسرائيل وكلهم اساتذه في الجامعه يعني بحكم دراستهم وبحكم تعاونهم حتى مع جهات امنيه وكل حاجه يعني. وابتديت اعرف منهم معلومات عن المجتمع الاسرائيلي عايش ازاي. طبعا النهارده برضو الحصول على معلومه اسهل بكتير جدا من زمان، لان في نت وفي جوجل ايرث. انا شفت مثلا تل ابيب كلها يعني موجود على جوجل ايرث يعني. ايوه. فبقيت عارف والله اللوكيشن ده احسن مكان ممكن نصور فيه يبقى شبه تل ابيب هو كذا، وهم عايشين بالشكل الفلاني. وكل المعلومات دي جبتها بس قعدت على الاقل 8 شهور مثلا. أيوة. اقرا عن المجتمع الاسرائيلي. فكانت دي من اهم الحاجات الصعبه اللي واجهتني. ايوه. احنا بنشكرك فعلا على اللقاء الممتع والاعمال الجميله اللي احنا ذكرنا بيها المشاهدين، واللي لا تزال بتعرض السنه دي. رمضان ساهمت فعلا في اسعادنا الحمد لله، وزي ما قلت في البدايه في تلوين ايامنا رمضانيه. اشكرك. نشكرك سيناريست عمرو سمير عاطف. بنشكر مشاهدينا على متابعتهم لينا، والى لقاء قريب ان شاء الله.